تستضيف المؤسسة هذا اليوم وفدا مغاربيا تستقبل فيه ما يعرف ببيوت الشباب المغاربية les auberges de jeunes. ويأتي هذا النشاط في إطار الزيارة التي يقوم بها هذا الوفد المغاربي من المتكون من شباب من تونس ومن ليبيا ومن مصر ومن موريتانيا، ويدخل هذا النشاط كذلك في إطار الأنشطة الموازية التي تقوم بها المؤسسة، وهي مناسبة سيلتقي بها شباب الدول الشقيقة مع طلبتنا، وستكون فرصة للتعارف وكذلك للتعرف على ما تقوم به هذه المؤسسة من أنشطة موازية ثقافية أو ريادية. بهذه المناسبة السعيدة احنا نسعد أن نكون هنا في أرض المملكة المغربية باستضافة كريمة في هذا المنشط من الجامعة الملكية لمئوي الشباب. اليوم بعد توقف لحقيقة سنوات يعود الاتحاد المغاربي بحزمة من المناشط والبرامج اللي الآن انطلقت في أول ما بدأت في طرابلس باستضافة جمعية بيوت الشباب الليبية، برنامج بيوت الشباب حاضنات المستقبل، وأيضا كانت في هناك مشاركة مميزة من الوفد المغربي ومن الجامعة الملكية لمئوي الشباب اليوم، وبعد أيضا في محطة تانية كانت في سوسة باستضافة الجمعية التونسية لمضايف وصيحة الشباب. اليوم الجامعة الملكية لمئوي الشباب وبيوت الشباب تعود بنا، وحقيقة تستضيف منشط جميل ورائع من خلاله نتواصل ونتعرف على منتسبي بيوت الشباب المغربية، وأيضا نقترب ونتعرف عن تقاليد المغربية، وأيضا نتعرف على الأثار والثقافات، ثقافة أخوتنا في المغرب. وأيضا احنا حقيقة سعداء ونطو بلد المغرب الشقيق. اليوم زيارتنا لمدينة الرباط زيارة يعني ضمن برامج وبرنامج الملتقى المغاربي للسياحة والترفيه، اللي أحد برامجه هو زيارة لمدينة الرباط في إطار التنقل والزيارات لمعدة من إدارة المنشط. نحن الآن ضمن فعاليات الملتقى المغاربي للسياحة والترفيه، حاليا نحن باليوم الثالث، قد مر بالفعل يومين. في اليوم الأول كان استقبال حافل من الجامعة الملكية لمئوي الشباب التي كانت هي المستضيفة لهذا الملتقى في نسخته الثانية، فأنا كنت سعيدة جدا بالنسبة لليوم الأول، كان الاستقبال جد رائع، استقبلنا 3 دول: موريتانيا، ليبيا، تونس. تعرفنا على الدول الأخرى، تبادلنا الثقافات، تعرفنا على بعضنا. مر اليوم الأول كأول يوم، أخذنا أماكننا ومهم. اليوم الثاني كانت هناك جولة بالدار البيضاء والسهرة سراتية تعرف بالتراث المغربي الخاص. واليوم ها نحن بالرباط وما زال البرنامج مشوق جدا، فنحن متشوقون للأيام القادمة ونتمنى أن تكون أفضل بالضبط، رغم أن الأيام التي مرت كانت جد رائعة.